طيب يعني ايه اللي المفترض ان احنا نركز عليه في خلال هذه الفتره، يعني لغايه ال 190 يوم تقريبا اللي على بدء؟ انا من رايي الشخصي ان احنا لازم بشكل كبير جدا ننظم الصفوف، بمعنى ان احنا وصلنا لكاس العالم، لكن في بعض الدفوهات في بعض المراكز موجوده في الفريق. زي ايه مثلا؟ عندنا مثلا في مركز الباك الشمال لازم يكون عندنا اثنين لعيبه، عندنا عبد الشافي مستوى كويس، فيه كريم حافظ ينقصوا بعض الخبرات شويه، لازم يكون في عناصر جديده تخش في هذا المركز يكون موجودين، وعندنا الدوري المصري بيفرز لعيبه مميزه، عندنا مركز راس الحربة لازم يكون عندنا في هذا المركز لاعب واثنين وثلاثه كمان بنفس الكفاءه ونفس القدره، وسط الملعب رقم 10 عبد الله السعيد بيقوم بدور كويس جدا، ساعات بيخش فيها كهربا بيلعب على الطرف، لكن في لا قدر الله حصل حاجه لعبد الله السعيد، تريزيجيه او رمضان صبحي عندهم بعض المشاكل، لازم الصف الثاني يكون موجود. احنا عارفين ان القائمه 23 لعيب فيهم ثلاثه حراس مرمى، يعني بتتكلم في 20 لعيب، يعني تقريبا كل مركز فيه 2 لعيبه، فالمطلوب طبعا ان احنا اكيد هيكل المنتخب مصر معروف، لكن لازم يخش على الاقل 3-4 عناصر جديده تدعم وتكون موجوده بشكل كبير، ده الجزء الفني.